التمارين اللي كتشوف فيهم راهم يهنيوك بنت خالتي من نزول الرحم، كيحميوك. المرأة اللي عاد ولدات، المرأة اللي ولدات، المرأة اللي عندها مشاكل تعملهم، بقيت اللي بقيتي راسك مساري نعملها. وهاد الوضعية اللي كتشوفها ديال انني نهز القدمين ديالي، يعني نعملها ندخلها في اليومية ديالي، يعني كنغسل كنطيب كنصبن. من الافضل ناخذ راحة ضروري، ومن الافضل ما تنعسيش على المضربة، شي حاجة عالية على الارض، نفرش شي حاجة اللي دافية ونعمل هاد الوضعية هادي. نعملوا تمارين ونحميو نفسنا من بزاف الهم، مع مشروب اليانسون اللي هي حبه حلاوه، او المرميه اللي هي السالميه، كيعالجونا من الغازات، من البرد، تيقادونا الهرمون. بزاف النساء عندهم الام، عندك الحريق في القدمين، عندك الحريق في الراس، عندك الثقل، كتحسي بالثقل. خليك معايا بنت خالتي حتى الاخير باش تشوفي الفيديو، وراه زويون، واللايكات ثم اللايكات، راكم عزاز. اهلا وسهلا بنات خالتي ولاد خالتي، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. كما وعدتكم هاد التمارين راه يوميا كنقوم بها يوميا. علاش؟ باش ما نمشيش حتى نوقع في المشكل ديال نزول الرحم، عاد نبدا نقلب على الحلول. النساء اللي عندها النزول اليوم غنعطيكم علامات، حيت بزاف البنات يقولوا لي واش انا باقا ما تزوجتش ومازال ما ولدتش، واش ممكن طيح لي الرحم؟ غنعطيك هاد العلامات، الا كانوا عندك عرفي عندك نزول، حيت من المستحيل يكون عندك نزول الرحم وانت مازال ما تزوجتي مازال ما ولدتي، فهمتيني؟ يعني غيكون عندك مشاكل برد، انت ممكن كتهزي الثقل، لكن انت كتخدمي شي حاجه ثقيله راه خصك تردي البال راسك. وهاد العمليه حتى الناس يعني السيدات اللي كبروا كاع غنكبروا ان شاء الله في طاعه الله، كيكونوا معرضين اكثر. النساء اللي تيكونوا ولد وليداتهم تبارك الله 5 6 7 كتكون كتولد طبيعي خصوصا في البيت، كيكون عندها الاعراض، او انتي عندك شي حاجه كتعمليها. يعني النساء، تحيه النساء اللي خدامين، كتهز شي حاجه بحال كتقيله هنا، هذيك ضروري ضروري يعني كتخليك هذاك الحركات او الثقل كتسبب لك نزول الرحم. كاين النساء اللي كيكون عندهم البطن كبيره وطايحه، وكتكون يعني عزكم الله كتعطس وكتبول، كتكحب وكتبول. كاين اللي بزاف المسنات يقول لي راه عندنا الازواج ديالنا كبار في السن ومتقاعدين كنهزوهم. واحد السيده مسكينه هي كبيره في السن وعندها الزوج ديالها يعني جالس الارض ما تيتحرك، كتهزو ومسكينه عندها الام. خليك ان شاء الله معايا غنشرحوا لكم باذن الله الوضعيه كما قلت لكم. ها يعني تغديت، ساليت الوليدات، مشاو في حالتهم، عندي وقيت واخا غير نصف ساعه ثلث ساعه، اي وقت خديتي فيه الراحه هكا. هاد الطريقه هذه تعاونك على ان الرحم يرجع لبلاصتو، وحتى العروق ما عمرهم ان شاء الله باذن الله يتكونوا عندنا دوك لي فاغيس تيخرجوا بحال الحنيشات، كاين الخطوط اللي بحال العنكبوت، هذوك شويه ساهلين وخا تيعطوا الام، ماشي بحال هكا اللي تيكونوا بهذا العمق بعينيه بهذا الغلظ هذا، العروق اللي تيخرجوا. هاد الطريقه هذه زوينه بنات خالتي، في اي وقيته مساليه نعملها، انا كنقولها ونعاودها في اي وقيته. حتى الا كانوا الوليدات معايا كيلعبوا حدايا، ولا انا واخده شي حاجه في يدي كنتلهى بها، هذا الراح يعني مني الارض جسم السيده هو هذا. ونعمل عطيتكم تمارين ديال كيجل اللي كينفعوا بزاف السيدات اللي يلا غيدخلوا القناه وغيشوفوها. ها انتم ممكن نوقفوا بحال الرجيلات وتنهزوا بحال كالخصر، فهمتوني؟ بحال وكتعملي هنا الشد. كيفاش كنشد؟ يعني كتهزي المسلان ديالك كامل تخاتي بحال هكا، وكنعمل بحال غنحبس بيبي عزكم الله. طريقه زوينه وصحيحه وجربتها، جربوها وردوا عليا النساء اللي عندهم الحريق. دابا ان شاء الله غنهضر معاكم ونقول لكم الطريقه ديال اعراض باش انا عرفت راسي انني عندي نزول الرحم عزكم الله. بزاف الشابات باقي الله تزوجوا يكون عندهم المشكل، الا كان عندك الام اثناء العلاقه انت والزوج عارفه راه عندك مشكل في الرحم، حيت شحال من سيده كتقول لي اثناء العلاقه تنحس بواحد الالم، تنحس بواحد الالم شديد، خصك يا اختي ضروري تشوفي طبيب. عملي هاد الحركات جابوا نتيجة بإذن الله، الله يسهل. ما جابوش نتيجة
استشارة طبية، حيت كل والرحيم ديالها كل وكيفاش يعني الإحساس، واخا غتعاودي ليا ماشي هي اكتشاف، يعني غيكشف عليك الدكتور ولا الدكتورة ديال النساء وتعرف كاين اللي عندها غازات، كاين اللي تحس بالثقل، الثقل تتوقف مسكينة تتحس بالثقل نازل عليها، تتكحب تتحس بالثقل، تتعطس تحس بشي حاجة غتنزل منها، فهمتوني؟ يعني انا غنعطيكم واحد الصورة هنا وتشوفوها كيفاش كيكون نزول الرحم، يعني تينزل من بلاصتو. الولادة المتكررة بدون يعني طبيعية، الولادة يعني عام وشهرين، عام وثلاث شهور كتلقى راسها مسكينة كتوحم، على عامين عاد كتولد، الوليد ما يجيش فين يكمل عامين كتلقى راسها هي عندها بيبي آخر. الولادة المتكررة كيتسبب لها في نزول الرحم. تقول المرأة اللي كتكون عندها خدامة يعني في شي حاجة اللي كتخليها تهز شي حاجة تقيلة، هذيك راها ضرورة بنت خالتي يكون عندك نزول الرحم. النساء اللي كيكون عندهم يعني مسن او مسنك اللي عندها جداتك اللي مويتها الله يحفظهم والله يخليهم لك، كتهز مسكينه باش تجلسها في الكرسي وتنزلها، راه واحد السيده حيدات الواده ديالها يعني بهالطريقه هذه، كان عندها مسن في الدار كتهز مسكينه يعد بالها راه خدامه ومعمره ما داتها في صحتها، كتهز وكتنزل تحطه في الكرسي المتحرك، وفي العشيه ثاني كتنزله وتعاود تبدل ليه، حتى لواحد النهار لقات انها حيض، كيسحب لها حيض، وفعلا صحتها استشاره طبيه، نصحتها استشاره طبيه. علاش؟ لان جات متاخره، السيده اصلا توقفات عن الحيض، الولاده كبروا فايت الخمسينات، قلت لها راه ما خصك لا هاد الحركات لا حتى شي حاجه، خصك استشاره طبيه. فعلا مشات نصحها الدكتور انها جات متاخره مع ان ما كان عندها حتى شي علامات، يعني ما كانش مسوم مسكينه واش كتحس، وما ح... ما ما, ما ردتش الحمد، بعض المرات كنحسوا بشي حاجه وما تردوش البال. الحمد لله استأصلت الرحم، ان في سن كبيره وما عندهاش الزوج، كتقول الحمد لله بان استأصلت الرحم وانا في صحه جيده، يعني صافي الوالده خرجت من المكان ديالها، لا داعي لانها ما عندهاش فرصه فين ترجع، لان ما ردتش البال. اي الام حسيت بيه ودرت شي حاجه اللي ترجعه حسيت بتغيير الحمد لله، حسيت ما كاينش تحسن وما كاينش استشاره طبيه، لا داعي لانكم تضيعوا صحيحتكم. نصيحه انا ما يمكنش نقول لكم اجي تبقاو تدخلوا ديروا هذا الشيء، حيت كحال من سيده عملات هذه الطريقه هذه ديال التمريخ، يعني طرد الرحم بلاصتو وجاب الله نتيجه، يكون يعني غير مساله قليله، مساله بسيطه، مساله الا استدعى الامر استشاره طبيه رحمه ليكم وليت انا باش نرتاح عليكم، فهمتوني بنات خالتي؟ كاين غازات مهبليه، كاين فطريات، هذاك الشيء كله حاله قريب، يعني الحمد لله. اما ان الى خرجت الوالده حيت كتفاوت على البلاصه ديالها، تعود كثره التبول، الحريق، هنا تقل، قلنا علامات نزول الرحم، تقل كتحسي براسك شي حد حاطط لك هنا الام في الساقين، الام في القدمين، كاين عباد الله ما تتحش هنا، تتحس الراس ديالها تعقرها، عينيها تعقرها، سبحان الله. هاد الام الرحم او نزول الرحم راه عنده اعراض كثيره، كي اللي كتعطس تيخرج التبول، كتحب السعال شديد، يعني الوالده نزلت على المتانه كتعطيك علامه. ديري سبحان وتعالى العمليه هاد الوصفه جاب الله تيسير الحمد لله، شتي راسك انك لا يعني عملتي هاد الشيء، وما تبقيش نضيع الوقت، مشي اقرب يعني الطبيب ديالك ولا متخصصه نعاود الاعراض. كانت مساله بسيطه راه كتعطيك، كاين تحاميل الحمد لله اللي كتعاون. انا غنعطيكم واحد وصفه اللي روعه كتعملوها، حيت بزاف النساء عملوها الطريقه وجاب الله تيسير، وبزاف الناس يعني عندهم حاله متاخره. ما يمكنش بنت خالتي ننصحك انك تبقي ناعسه وتعملي في هذا الشيء، راه ما خدامش. نصيحه اللي عاد كتحس شي حاجه ثقيله، كثر التبول، العطيس والحريق في المهبل، ندير هذا الشيء نعتق راسي، يعني ما نتسناش حتى يتدهور الحاله ديالي، الوقيته اللي نكون مريحه نعمل هذه. هذه انا خديتها كرياضه، يعني كنوجدوا الفطور، نوجدوا الغداء، نوجدوا العشاء، هذه نقيدها في ورقه وستيلو، نديرها في ورقه ونحطها امام ديالي في الثلاجه، رياضه جوج مرات في النهار كافيه، غير مره في النهار كافيه، نستلقي حركات بسيطه. النساء اللي كيحسوا بالثقل
ضروري تاخذ صنطه ميديكال او شي منديل وتحزم الكريشه ديالك. طريقه القديره روعه، اقسم بالله العلي العظيم، القديره ملي كنحطوها هنا كتحسي شي حاجه مشات، شي حاجه رجعت هنا. نبدا على بركه الله، النساء اللي عندهم مشكل غازات واضطرابات ويعني افرازات عسل والحبه السوداء، العسل والحبه السوداء. تقول لي شحال ناخذوا؟ يعني الحبه السوداء اللي كثرنا منها كتعود سم، ناخذوا ملعقه حبه سوداء، نقيوها ما نحمروهاش، نطحنوها مزيان تعود بحال البودره، نخلطوها مع العسل، تيغلب العسل على الحبه السوداء، يعني تعود الخليط نيت. يعني مثلا الا خدينا ملعقه ديال الحبه السوداء نديرو كاسان من عسل، ونحكموها الاغلاق ونخليوها مرتان في اليوم. غتنقى لك الوداب تخالتي وغتشكريني. معي القاص الصباح، يعني معي القاص صغيره ما نعمرهاش، شربها مع ماء دافي او ماء مغلي بارد، روعه. شربها قبل الريق، تشوفي الكم الهائل ديال الافرازات اللي غيخرجوا منك، تخافيش. وعن حد الاسبوع الاول يخرج منك عزكم الله ماء او افرازات، المهم على حسب الاشكال. ومعلقه قبل ما تنعسي، ملعقتان قبل الافطار قبل ما تنعسي، واحد المده حتى تكملي داك الكويس وارتاحي مع راساتك. بالنسبه اللي يعني بغات هنا باش تعاون، حتى داك كاين بعض النساء اللي كيكون عندهم دائما الحكه والالتهاب، حتى هي كتكون من سبب نزول الرحم. الشيح والبصله الحمراء رفيت حاطه في القناه، كناخذوا بصله حمراء كنقطعوها كنعمروها بالشيح وكنحطوها فوق النار حتى غير شويه كتحس بانها نزلات، وكنديرها في قطعه الثوب وكنلبسها عزكم الله هنا وانا مستلقيه، ماشي نديرها ونمشي ندور، لا انا هكا مستلقيه نعمل البصله والشيح يعني في قطعه الثوب ونلبسها ونتسنى حتى تبرد ونزولها صافي، ونلبس حويجاتي والناس نحاول ما نخرجش البرد، وتجنبوا الغسل بالماء البارد، راكم كتقتلوا نفسكم بنفسكم. ما نغسلش اثناء الدوره، نحترم وقت الدوره نحترمها بمعنى الكلمه، يعني ديروا بحالي مثلا نهار 4 في الشهر غتنزل الدوره، نهار 4 في الشهر مثلا، عطيتكم مثلا نهار 1 في الشهر غنمشي للحمام، ولا نهار 2 في الشهر غنمشي للحمام ونكمد عظيماتي وناخد مشروب اليانسون. حتى مشروب اليانسون راه روعه مع عسل، يعني نصف ملعقه من اليانسون اللي هي حبه الحلاوه، ونضيفها في الكاس ونكب عليها ماء فاتر يعني طيب، نضيف عليها قليل من العسل ونخليها حتى ترقد ونشربها. كتجي وقت الدوره كتلقاني نقيه، كتلقى عظيماتي سخان، ما كنحتاج للدوش. تجنبوا الغسل اثناء وصل الدوره باش ما تقطعوهاش، لان ملي كتغسلي كتقطع، لاحظتي ملي تغسلي ما تنزلش هكا، غتعملي كوره تعملي التكيس تعملي الهم. علاش اختي ما نتجنبش بتغيير؟ يكفي ما نغسلش وما ندوش، وما نغسلش من الاسفل وما ندوش من الاسفل. كاين مغلي الحلبه اللي عطيتو لكم ك يعني باندوش روعه، ناخذ الحلبه البلديه ونغسلها ونخليها تطبخ يعني الغليان، ونطفي عليها ونخليها حتى تعود درجه ديال الجسم اللي انا غنحتاجه، ونغسل والنعس. وصفه سهله ماهله بنات خالتي، عسل والحبه السوداء. وتبقاو تشربوا النساء اللي فاتهم الحيض او على قريبه تمشي لهم الدوره، المرميه او السالميه كمشروب كمهدئ روعه، واليانسون اللي هو حبه حلاوه، راه صديق النساء. نتمنى لكم التيسير والرحمه باذن الله.